آخرين 13 دقيقة تقريبا أو 12 دقيقة على نهاية أحداث ومجريات هذه المباراة. هيثم السلامي يدخل إلى أرضية الملعب، يترك أرضية الملعب بعد مجهود رائع اللاعب عبد الرحمن الخضر. ارسل كرة في ناحية اليمنى، ارسل كرة في ناحية اليمين، عصام ردمان تمريرة، عصام ردمان يا سلام يا سلام بأريحية الآن يلعب لاعب منتخبنا. هنا كرة خطيرة، البراني لابد له بأن يحضر في مثل هكذا لقاءات، في مثل هكذا مباريات، يحضر البراني ويسجل حتى وإن كان بديل، لابد أن يسجل. هنا الطفلة الصغيرة تحتفل بهذا الهدف، تحتفل بهذا الهدف في الدقيقة 78 يسجل اللاعب محمد البرواني هدف رابع لمصلحة منتخبنا. محمد البرواني، نعم شوف التمريرة البينية يا سلام، محمد البرواني من لمسة، من همسة، من غمزة طريقي كان صانع، الطريقي كان صانع، والبرواني يعنون على الرابع الأهداف، الرابع أهداف منتخبنا الناشئ في هذه المباراة. ومن خلال هذا اللقاء نصل إلى 18 هدف، نصل إلى 18